ومن أحاديث الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: ليطوف الرجل بصدقته فلا يجد أحدا يأخذها منه. قال بعض العلماء هذا محتمل أنه في زمن عمر بن عبد العزيز لغنى الناس، أو في زمن المهدي لأنه يحفي المال حفيا. وقال بعض العلماء لا، وإنما هذا من شدة الفتن. ويؤيد قولهم ما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: تقي الأرض أفلاذ أكبادها من الذهب والفضة كالأسطوان. فيأتي القاتل فيقول: في هذا قتلته، ويأتي قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعته، ويأتي السارق ويقول: في هذا سرقت، فيدعونه ولا يأخذون منه شيئا. وقد تكون جميع المحامل داخلة تحت الحديث السابق الذكر.